الحقيقة ان هيئة قناة السويس يعني لا تنفك عن مفاجأتنا، مفاجآت سعيدة وبتجيب لنا دايما اخبار ايجابية. امبارح هيئة قناة السويس اعلنت ان حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022 سجلت ارقام قياسية جديدة غير مسبوقة في اعداد السفن اللي عبرت القناة خلال اشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. أهلا أستاذ جمان، أهلا وسهلا، أهلا الإحسان. أهلا بيك يا فندم. حضرتك يا فندم، طيب يعني يا فندم هذا الخبر الإيجابي الحقيقة والخبر المبشر، يعني إحنا هيئة قناة السويس سجلت أرقام قياسية جديدة إنه في يناير الشهر اللي فات سجلنا أعلى عدد سفن وحمولات مر في أشهر يناير على مدار التاريخ، فتاريخ طبعا القناة. كلمنا يا فندم عن هذا الإنجاز، كلمنا عن عدد السفن الحمولات اللي مرت في قناة السويس في شهر يناير. والحمد لله طبعا احنا زي ما حضرتك صرحت وتفضلت يعني ان احنا سجلنا ارقام قياسيه جديده مش مسبوقه، هي الاعلى تقريبا مقارنه بمعدلات الاداء كلها اللي كانت في اشهر يناير السابقه على مدار القناه. احنا عبر في شهر يناير 1774 سفينه مقابل 1594 السنه اللي فاتت يناير السنه اللي فاتت، يعني بزياده حوالي 11.3%. الحمولات 106 مليون طن مقابل 104 مليون طن بزياده 2%، والعائد كان 544 مليون دولار مقابل 495 مليون دولار بزياده 10%. والحمد لله فعلا الحمولات وعدد السفن والعائد بالدولار اعلى من كل ما يعني الحمد لله. يمكن سنه 22 كلها 21 كلها يمكن حققنا في خلال السنه العام الميلادي ارقام برضو لم تحقق قبل كده، وعشان كده برضو احنا حبينا نبشر الشعب يعني برضو ان احنا في يناير 22 هيبقى كده ان شاء الله بداية مبشرة. الحمد لله، بداية مبشرة الحمد لله، نستمر نتمنى ان هي تستمر كده باذن الله. سيادة الفريق بعد التحية طبعا، من الامس تم زيادة رسوم عبور السفن بقناة السويس. هناك وجهتين نظر دايما في اي شيء بتزيد تعرفته، وخصوصا في امر القناة ناس بتشوف انها في سفن كتيرة جاية فاحنا نقدر نحقق مكسب وعشان الاقتصاد العالمي والتكاليف وتكاليف الصيانة وتوسيع مجرى الملاحي فاحنا لازم نعلي السعر عشان نستفيد عشان بنصرف، وناس أخرى بتقول لا ما تخلينا نخلي السعر زي ما هو عشان الناس ما تقررش انها ما تستخدمش القناة عشان الأسعار زادت. عايز أعرف من حضرتك الخطة اللي وضعت للسيطرة ولتحقيق والحفاظ وزيادة هذه المكاسب والعائدات. شوف يا استاذ حسام، احنا خلال 21 كله كنا بندرس الموضوع دوت، واحنا كنا متوقعين ان في 21 فعلا عمليه الانغلاق التام اللي تمت في 20 دي هتتلغي بقى، الناس ما بقتش مستحمله، وعلاوة على ان الطلبات كانت كتير جدا على قطاع الغيار وعلى المصانع وعلى المواد الغذائيه، وبالتالي فعلا حصل انفتاح في 21 ويمكن تعافت حركه التجاره العالميه والنقل البحري. واحنا عندنا طبعا خبراء الوحده الاقتصاديه عندنا طبعا هي بتدرس دراسة متأنية جدا للمتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، تم دراستها خلال 21 كلها، واحنا في نوفمبر اعلنا ان احنا هنزود 6% بس، على فكرة الرقم ده يعتبر بسيط جدا بالنسبة للي زاد في أسعار النولون والشحن النقل البحري، وبالتالي احنا محسوبة كويس، وإن شاء الله عدد المراكب هيزيد مش هيقل عن السنة اللي فاتت، واحنا استثنينا كمان سفن السياحة ومكنات الغاز المسال، لأن سفن السياحة لسه القطاع السياحي ما تعافاش. وبالتالي احنا بنقدر برضو بنشوف العملاء بنشوف ايه المشاكل اللي عندهم والغاز المسال برضو عشان كنا لسه مزودينه في شهر نوفمبر. عظيم. قلنا مش هنزوده تاني 6% كنا مزودين 10%. عظيم. فده ده اللي حصل يعني، فمحسوبه كويس مدروسه كويس. وطبعا الحفاظ على سفن الغاز المسال ونقل الغاز المسال ده شيء هام جدا، لانه بيتماشى مع فكره ان احنا عايزين نكون مركز اقليمي للطاقه، واحنا عندنا تصدير غاز يعني وبنعمل تسييل للغاز الطبيعي عشان نصدره مره تانية، فده يعني يتماشى مع الرؤيه الاقتصاديه الشامله للدوله. تمام يا فندم، علاوه على ان برضه ان احنا بنقول بقى ان السفن اللي بتسير بالغاز المسال طبعا هي صديقه للبيئه، واحنا هنعلن قناه السويس قناه خضراء 2030، وبنبدا اجراءات من دلوقتي منها ان احنا بنحمد تخفيضات للسفن اللي هي صديقه للبيئه اللي تعبر قناه السويس، علاوه ان احنا بننتقل دلوقتي
من مثلا 16 محطه بدل 16 محطه ان احنا نعمل الطاقه المتجدده فيها بدل ما نشتغل بالطاقه العاديه. عظيم. سياده الفريق، يعني واحنا بنتكلم عن ايرادات تاريخيه ان كان خلال 2021 او حتى خلال شهر يناير 2022، ده بيسبقه الحقيقه سياسه تسويقيه وتساريه مرنه بتنتهجها هيئه قناه السويس عشان تقدر تجتذب هذا العدد ونحقق هذه الأرقام وهذه الإيرادات. لو حضرتك يا فندم تطلعنا على هذه السياسة إن كانت التسويقية أو التسعيرية، يعني هذه سياسة مرنة واضحة وانعكست في الإيرادات. شوف حضرتك، احنا طبعا بدأنا في السياسة دي من 2020، أزمة كورونا كنا احنا عارفين إن هي هتأثر على المال البحري واقتصاد البحر، وبالتالي احنا كنا درسنا هنعمل إيه علشان نجابه هذه المشكلة أو هذه الأزمة، يعني لأن احنا عدينا أزمتين قبل كده واحنا واخدين بالنا إن احنا ممكن نخسر زي ما خسرنا فيهم، قلنا لا احنا لازم نعمل حاجه فاتحسبت كويس برضه زي ما بيقول الوحده الاقتصاديه، وقعدنا عملنا دراسات كتير جدا في 2020 يعني بدايتها، وبدانا ان احنا نطبق سياسه الحوافز دي، عملنا تخفيضات من 17% للسفن اللي جايه من غرب اوروبا، وتخفيضات تصل من 45% ل 75% للسفن اللي جايه من الساحل الشمالي الامريكي، وعشان كده احنا قدرنا نجتذب سفن خلال سنه 20 سفن كمان جديده ما كانتش تعدي عندنا، وقدرنا نحافظ على عدد السفن اللي كانت في 2019 وما خسرناش الحمد لله. يمكن قنوات كتير كده خسرت، احنا يمكن القنوات اللي خدنا اشادات عالميه ان احنا حققنا انجاز في 2020. عظيم جدا. قلنا نستمر في 21 برضه نفس الموضوع، وبندرس هنعمل ايه وشغالين في الموضوع ده الحمد لله. احنا عفوا ابدا يا فندم. طيب بقول ان احنا الحمد لله يعني خلال 22 او يعني 21 كلها نجحنا فيها برضه، حققنا اعلى انجازات خلال السنه. وادي 22 في بدايه في يناير برضه حققين نفس هذا الانجاز. فاحنا لو على كده بقى مش عايز اقول برضه ان هي السياسه التسويقيه بس، لازم السياسه التسويقيه تتبعها كمان خدمه بتقدمها كويسه، يعني برضه انت بتدي حاجه لو سعر قليل لكن المنتج مش كويس اكيد مش هيبقى عليه اقبال. فاحنا بنعمل بقى موضوع تطوير المجرى الملاحي اللي صدى عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنغير برضه في ال 40 كيلو اللي هم في الجنوب بنعمل فيهم تطوير. بالظبط. ده كان سؤالي يا فندم عن اعمال الصيانه، مشروعات الصيانه والتطوير وتوسعه المجرى الملاحي للقناه، اكيد في شغل مستمر دائما وحضرتك دايما بتطلعنا على الجديد في هذا الامر. تمام يا فندم، هو لازم يمشي الاثنين جنبا الى جنب، ما ينفعش يبقى واحد لوحده، ما ينفعش تبقى سياسه تسويقيه وانت عندك القناه ما بتقدمش خدمه كويسه. خدمه كويسه يعني ايه؟ يعني المراكب اللي تمر تجد ان الاعماق اللي موجوده فيها بتسمح لها بالمرور بسلاسه ويسر، المعدات الملاحيه والمساعدات الملاحيه تكون جاهزه، محطات المراقبه 16 اللي بيتابعوها بيدوهم ابديتنج المعلومه، دول يتحولوا خلاص التحول الرقمي كمان، المرشدين الموجودين على المراكب يكونوا على مستوى عالي، كل ده احنا بندرسه وبنحقق فيه نجاحات ودايما بنعمل فيه تطوير عشان يبقى الاثنين يمشوا مع بعض، بحيث دايما العميل يلاقي ان في خدمه جيده تسويقيه وخدمه جيده في اداء الخدمه نفسها. الحقيقه يا فندم انه يعني هيئه قناه السويس بالفعل ايراداتها تتحدث عنها. احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، دمت ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر يا فندم.